باشمهندس سامي، يعني حضرتك رئيس قطاع التنفيذ بهيئه الطرق والكباري، ايه اهم المشروعات اللي بينتظرها المصريين خلال الفتره اللي جايه، وشايف ازاي اهتمام الرئيس بهذا الملف؟ تمام يا فندم. احنا الحمد لله هيئه الطرق والكباري خلصنا المرحله الاولى والثانيه من المشروع القومي حوالي 1100 كيلو، انتهت بالداير الاقليمي القوس الاخير اللي هو الشمال الغربي بطول 57 كيلو، ده كان اخر جزء في المرحله الثانيه. فبكده احنا انهينا 1100 كيلو متر. في عندنا بقى ان شاء الله المرحله الثالثه حوالي 1100 كيلو متر برضه. بحب اقول اطمن سعادتك ان يعني اولويه اول طريق في المرحله الثالثه هو طريق الصحراوي الغربي اللي هو القاهره اسيوط الغربي. جميل جدا. طب خليني اتفضل يا باشمهندس، اتفضل كمل. ده ان شاء الله انت عارف حضرتك ان الطريق ده الصحراوي الغربي القاهره اسيوط حارتين رايح وحارتين جاي دلوقتي. فاحنا ان شاء الله هنطوره ويبقى ست حارات رايح وست حارات جاي. ست حارات رايح وست حارات جاي، ده جميل جدا. ثلاث حارات مقصوره بالنقل. ثلاث حارات وثلاث حارات. ثلاثه بالنقل وثلاثه للملكي في كل اتجاه. في كل اتجاه، جميل جدا. طب وانتوا بتنفذوا المشاريع دي يعني يا باشمهندس سامي، ويمكن السؤال ده يعني نابع من الملاحظات اللي قالها سيادة الرئيس النهارده عن وجود مباني واماكن يعني غير مرخصه زي ما فهمنا على جانبي بعض الطرق، هل بتاخدوا ده بعين الاعتبار ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو يا فندم هو بالنسبه للطرق الشبكه القديمه طبعا حضرتك عارف ان المباني وصلت للطرق يعني لحد الطريق. فاحنا لما بنيجي نعمل تطوير للطريق للطرق القديم الطرق القديمه بالذات اللي عليها كتل سكنيه بنحاول ان احنا نتفادى ان احنا نزيل المباني. عشان طبعا حضرتك عارف بيبقى في ممانعه من الناس يعني عشان نقدر نعمل الطريق. فبنحاول ان احنا نوسع الطريق على قدر الامكان اللي موجود. بس اعتقد الصوره دلوقتي هتتغير بعد كلام الرئيس النهارده. طبعا يا فندم هو التوجيه النهارده ان احنا نوسع الطريق زي عرضه بالظبط، وان احنا نعمل نزع الملكيه للحرم الطريق وتعويض الناس عن اللي هو وتعويض الناس. طبعا حضرتك التعويضات اللي من دول بقت تعويضات عادله مش زي الاول يعني بتبقى باسعار السوق، وان الناس بتصرف التعويضات كامله قبل ما ننزل المشروع. فده بيقلل الممانعه من الاداء. جميل جدا.